ولما قدم الأشعريون وقربوا من المدينة جعلوا يرتجزون من شدة الشوق، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان بلال يرددها قبل أن يموت، وكان خالد بن معدان لا يأوي إلى فراشه إلا ويذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مضى من أصحابه وآله ويقولهم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم. وهكذا كانت العجائز في بيوتها إذا نفشت الصوف تتذكر محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار، وكيف كان بكاؤهم بالأسحار. وتقول إحداهن: يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. ولما قال عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف لا وهو سبب منع العذاب عنهم؟ لأن الله قال في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف لا وهو مصدر الوحي يأتيهم عبره؟ كيف لا وهو قدوتهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذو البجادين تربى في حجر عمه، فنازعته نفسه إلى الإسلام، فقال: يا عم، كنت أنتظر سلامتك بإسلامك، فلا أراك تريد محمداً فأذن لي في الإسلام. قال: والله لأن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك حتى ثوبيك. فقال: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. فجرده عمه من كل شيء حتى الثياب، فناولته أمه بجاداً له بجاداً لها فقطعه نصفين، فأتزر بنصف وجعل النصف الآخر رداءً، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه ذا البجادين. وهكذا زيد رضي الله عنه يقول للكفار: والله ما أحب أن محمد الآن في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة، وإني جالس في أهلي، إني لا أرخص دون عرضك مهجتي، روح تروح ولا يمس حماك، روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فدي في أحد، وقالت المرأة لما استقبلت بابنها وجثث أبيها وزوجها وأخيها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليه فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وهكذا كان الواحد منهم يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لما مات أظلمت المدينة، لما مات أنكر الصحابة قلوبهم، لما مات كانوا يتذكرونه صباح مساء. وقدم عمر الشام وفيها بلال، وكان بلال لا يؤذن، فسأله المسلمون أن يسأل بلالاً أن يؤذن، فسأله فأذن يوماً، فلم يرى يوم كان أكثر بكاءً وباكين من ذلك اليوم. تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لعبيد السلماني: عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنس، فقال: لئن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، يعني من الذهب والفضة على ظهر الأرض. الآن لم يبق من آثار النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لا سيف ولا عصا ولا ثوب ولا شعرة، وما في المتاحف كذب ولم يثبت، ولكن بقيت سنته، بقي القرآن الذي نزل عليه قبل ذلك، وبقي لنا هذان الوحيان وآثار أصحابه وشروح التابعين، وبقي لنا الإيمان به والشوق إليه. وهو الذي قال: والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إلي من أهلي، أحب إليه من أهله وماله معهم. رواه مسلم. قال العراقي في طرح التثريب: أن يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ف
ثم لا يراني بعدها أحب إلي من أهله وماله جميعا. فماذا يكون، ماذا تكون مشاعر الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأبي داود وأحمد والبيهقي وأهل الحديث كافة وهم يكتبون الحديث عنه ويجولون في البلاد لجمعه ويسهرون الليل لكتابته ويدرسون علل الأسانيد؟ ماذا كان شوقهم وكيف كانت حالتهم؟ وأهل الإيمان يتمنى الواحد منهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحظة ليحظى بأجر الصحبة، لحظة ليحظى بأجر الصحبة. فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رواه مسلم. فالمؤمن الصادق يتمنى حقيقة أن يكون قد عاش في عهده أو رآه، يتمنى رؤيته ولو لحظة. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. خرج الركب العراقي حجاجا في عام 394 للهجرة، فلما فرغوا من الحج وكان الطريق مخوفا غير آمن، عزم أميرهم على العودة بعد الحج من مكة مباشرة إلى بغداد، وأن لا يقصدوا المدينة النبوية لما في الطريق من الخطر، مع عظم الأجر لمن أتى مسجده فصلى فيه، كل ذلك خوفا من قطاع الطرق والسراق. فقام شابان قارئان جميلا الصوت على جادة الطريق التي يعدل منها إلى المدينة عند المفرق، وقرأ: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فضج الناس بالقافلة بالبكاء وأمالت النوق أعناقها، فمال الناس بأجمعهم والأمير معهم إلى المدينة، فزاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا سالمين. لم يكن الشوق ولم تكن المحبة ولم يكن الميل من البشر إليه فقط، أراد الجن أن يلتقوا به، أي الصالحين والمؤمنين منهم، فالتقوا به أكثر من مرة. وخطب يوما إلى جذع عليه الصلاة والسلام، فلما صنع له المنبر سمع الصحابة لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، وفي رواية: فصاحت النخلة صياح الصبي، فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت، رواه البخاري. والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام عن الجذع: والجذع حن إليه عند فراقه شوقا حنين الهائم والهاني. كان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا معشر المسلمين الخشبة، تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. كان حجر بمكة يسلم عليه قبل أن يبعث، والشجرة أعلمته باجتماع الجن له وأخبرته ذراع الشاة المسمومة بما فيها، وكان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسقون عليه فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا مساكين محتاجين إلى هذا، فقام معهم حتى أتى الجمل، فقالت الأنصار: إن نخاف عليك صولته، فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، رواه أحمد. قال ابن كثير: إسناده جيد. أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك،